في مباراة الذهاب في خيخون في ملعب المولينيون بستة أهداف مقابل هدف واحد. المباراة تنطلق، خيخون بالأسرع انتصارات ويصل إلى المركز الحادي عشر حاليا بفارق 10 نقاط عن منطقة الهبوط، مما يعني أنه بحال جيد. على كل حال هذا هجوم، الكرة تطول على نفاذ قصيرة، الكرة إلى ميسي، ميسي يعيدها للوراء، إنييستا مرفوعة بعيدة هناك، ألفيش يصنعها بالرأس، ممتاز الكرة والحارس يبعدها. بورتين خيخون، لاحظوا فرصة الهدف الضائع، كرة طويلة وألفيش يصلحها بالرأس، لمسة من كازيريس ورأسية من هاري والحارس لافوينتي كان حاضرا. لاحظوا ردة فعل من الحارس ممتازة باليد اليسرى. نلعب في الدقيقة 14 من الشوط الأول، اتجاه أحادي تقريبا، دائما للبارسا والكرة من إيتو تطول وتذهب إلى الحارس. دقة مضادة، هجوم مضاد لبرشلونة، هل ينجح في الهجوم المضاد في فعل ما لم يفعله في الهجوم التقليدي؟ 4-4 والكرة عند تييري هاري، أمامية، هدف أول من إمضاء سامويل إيتو. سامويل إيتو يسجل الهدف الأول لبرشلونة، الهدف 20 له شخصيا والهدف الرسمي رقم 100 للفريق الكتالوني في الدقيقة 23 من الشوط الأول. بالفعل من تقدم دفاع خيخون، لاحظوا كيف الهجمة بقيادة إنييستا، إنييستا يتقدم وكان التفوق العددي للبارسا 4-3 أو يعني الرابع جاء بعد ذلك. إنييستا إلى هاري إلى إيتو، اللمسة الواحدة، هجمة مثالية، 1-2-3 في المرمى وهدف ممتاز للبارسا من إمضاء سامويل إيتو. هل كان يسبق الكرة؟ لا ده. وهنا نشاهد الإجابة أسبوعيا، تييري هاري مع الكرة في الجبهة اليسرى، يتقدم الفرنسي يصوب والكرة خارج المرمى، ممتاز المحاولة، أكثر من لاعب يمكن يسدد التصويب لكن الكرة عالية، أن لا ينهزم بنفس النتيجة الثقيلة التي انهزم بها ذهابه في ملعبه بستة من قبل واحد. هذا ميسي يتقدم، ميسي يبرر وصامويل إيتو والهدف الثاني، نعم الهدف الثاني لبرشلونة، الهدف الثاني لصامويل إيتو، الهدف الثاني في مرمى خيخون. النتيجة في الدقيقة 40 من الشوط الأول تصبح مضمونة، لا يكفي، لاحظوا ميسي اللمسة والغمزة والتصويبة والهدف، رائع برشلونة، رائع ميسي، رائع صامويل إيتو، ومسكين سبورتينغ خيخون ولاعبه وحارس مرمى. إذا إيتو 2 خيخون لا شيء، ويمكن البقية أن تأتي. في مباراة الذهاب في ملعب سبورتينغ خيخون المولينيون، بحسب تقاليد الليغا يجب على أصحاب الأرض أن يقفوا ويصافحوا البطل ويحيوه، هذا الموقف لا يحبه أنصار الموسم كما قالوا، ولكن هو شوط كتالوني بامتياز، وصافرة روبينوس بيريز تعلن نهاية هذا الشوط بتقدم ساعي. المدرب هو في الجهاز الفني لفريق خيخون، لكن هو موجود طبعا في المقعد تكتيكيا، يجب أن يؤدي دوره المطلوب من المدرب. وهذه كرة عرضية ما زالت خطيرة تصل إلى تييري هاري، تييري هاري يلعب دور مهم في الفريق في المساعدة، جميلة جدا الكرة، اللقطة جميلة والتصويب. إنييستا يلعب كرة هناك إلى ميسي، ميسي يتقدم يدخل منطقة الجزاء، ليونيل ميسي كأنه يقود سيارة، لاحظ كيف يلف يلف ويدور والتصويب والكرة جاذبية. بالفعل الآلة الهجومية الكتالونية تعمل بشكل جيد. هجوم جديد، تييري هاري مع الكرة يدخل منطقة الجزاء، هاري يسقط أرضا، ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ يقول انذار لهاري، لاحظوا يتقدم تييري هاري، والله يقفز، والله فيها وجهة نظر، الحكم اعلم. حركة هاري نعم فيها، لكن هو ربما أراد، لا يوجد لاعب يمكن ان اتحدث عنه باكثر من كلمتين، عمره كذا ولعب لهذا النادي او هو ابن النادي او الى اخر ذلك. طبعا هذا هو الفارق، الفارق يظهر على ارض الملعب، لماذا هؤلاء اللاعبين بالملايين؟ لماذا ميسي رائع؟ ولماذا إيتو يسجل الأهداف هنا؟ يحاول والحارس برشلونة في مزاج رائع، في مزاج جيد. هذه كرة مقطوعة، ميسي وضعية خطيرة، إنذار، إنذار بالهدف الثالث، ولكن ميسي يصوب والحارس يرفض. وتييري هاري يتمهل وينقل كرة للوراء إلى إنييستا من جديد الذي يرسلها ساقطة باتجاه ميسي، ولكن يبعدها الدفاع ميشيل، وخطيرة داني ألفيش والهدف الثالث، رائع رائع هذا الهدف، داني ألفيش يسجل ثالث أهدافه هذا الموسم، والفرحة الكبيرة تتناسب فرحة داني ألفيش مستمرة لأن الهدف رائع. إنييستا، إنييستا يرسل الكرة يبعدها المدافع،
ترجع من جديد اللمسة عند ميسي، ولكن يأخذها داني ألفيش ويطلقها بقوة في سقف المرمى. لاحظوا لا حول ولا قوة للافوينتي، وداني ألفيش يصوب بخيخون. الضربة الحرة، ترجع الكرة خطيرة هذه والتصويب في المرمى، هدف أول لسبورتي خيخون، هدف العودة. يبدو لي أنه سلم أمره لله، يعني هو لسان حاله يقول أن الأمور انتهت والطيور طارت بأرزاقها، يعني ولكن هدف ممتاز، هدف ممتاز. الكرة طبعا يبعدها إنييستا وترجع للوراء، تصويبة رائعة عن اليمين، وهدف سيلفينيو يلعب كرة إلى إنييستا، أمامية لميسي، سامويل إيتو، أين داني ألفيش؟ موجود داني ألفيش مع الكرة، يرفعها هناك، رأسية في القائم، تضيع فرصة الهاتريك. قدم اليمنى الآن مرة أخرى يتعرض لإصابة في نفس الموقع، وهذا هدف، أو لا، هذه الكرة في القائم، هذه الكرة التي رفعها على رأس هدلي تييري هاري الذي بدأ يأخذ مكانا في العمق إلى جانب إيتو. داني ألفيش دائما على الجهة اليمنى، ملك الجهة اليمنى، يرفعها والرأسية من تييري هاري لكنها جانبية. لاحظوا رفع داني ألفيش على رأس تييري هاري ولكنه لم يكن متوازنا. كما قلت التوازن مهم جدا للاعب. هنا اشتراكين لإيتو في الدقيقتين 23 و40 وأيضا لداني ألفيش الدقيقة 66. هذا تييري هاري يعكس كرة رأسية، كرة في الجهة اليسرى، لكن رغم ذلك كان لم يتغير شيء. هذا بيلتش الآن يتقدم، والحارس فالديز للمرة الثانية الاعتماد على لوحة إعلانات لاستحضار الكرة، وصافرة الحكم روبينيوس بيريز تعلن نهاية هذه المباراة. مشاهدي الكرام، إذا بهذا الفوز، وغوارديولا يعني يحيي كيني سلفه، هو أكبر بسنوات طويلة كان